يقول صليت يوم المطر، أي يوم نزل المطر المغرب، وأنا واقف ولم أسجد لوجود البلل في الأرض، وإنما جعلت السجود نحو من الركوع، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا كانت الأرض فيها وحل وفيها طين، إذا كانت الأرض فيها وحل وفيها طين فيها ماء، فإنك تصلي وتومي بالسجود لا بأس، لوجود العذر لذلك. نعم.